محتارنا ويا الفنا ويا الفنا السحرة الفتنة محتارة خبي في قلبي ولا أقول وإن قلت يمكن مش أصول هتبتسم هقول لها كلام رأي هتقول أما أنت صحيح جري ألف مبروك يا زاد عقبال يا رب كده مفرح بولادك واشيلهم لما نتولد يبقى ألف مبروك عقبال ما تبقي أنسة ولما نبلغ يبقى ألف مبروك عقبال ما تبقي عروسة ولما ندخل يبقى ألف مبروك عقبال ما نشيل عيالك ولما نخلف هيبقى فاضل إيه بقى؟ أنا إن شاء الله ألف مبروك يا سيدي وعيالي من سكتي ألف مبروك يا حبيبتي ألف مبروك طمنيني مبسوطة؟ يا بنت انا امك وعايزه اطمن عليكي ده انا سرك يا ماما بقى طب ايه مش مبسوطه حصل حاجه يا بنت ما تقلقنيش يا ماما خلاص قولي لي عملتي ايه ايه يا وليه ده سؤال تساليه لها انت مالك انت ما انا عايزه اطمن عليها معلش هي زي الفل هي قدامك قمر تعالي نخرج ونسيبهم يفكوا مع بعض بكلمتين شكلها مكسوف اه طبعا مش بنت متربيه لازم تبقى مكسوف ربنا يسعد ايامك يا رب يا رب انتي ليه ما قلتليش؟ ما قلتلكيش ايه زوزو؟ انا علقة علقة تفوت ولا حد انتي عروسة يا هدى انا مش بهزر عشان لسه اول يوم لسه ما تعودتوش على بعض الله يحصلنا البركة مبروك 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 عبد المجيد الله يبارك فيك يا حسن مع السلامة مبروك يا عبد المجيد مبروك عبد المجيد الله يبارك فيك حسنا البركة عقبال البكاري مبروك يا حبيبتي البيت من غيرك وحش الله يخليك ألف مبروك خلي بالك منها سلام مبسوطة يا زين حطها في هناك يا عبد المجيد طبعا مع السلامة مبروك مع السلامة الله يبارك فيك يقصون عليك يلا يا زيزو نام بدري وكل بدري ها حاضر يا ماما ونام بدري وصبري ما تسيبش فرض حاضر يا ماما خلي بالك من نفسك وما تخليش على طول وهو خلص مع الاهل يا ماما كل نفسك الاول هو نفسك ايه يا ماما يا حبيبي ما تستهلكش يا ماما وايه خمس سنين اللي قعدت جيت حاضر يا ماما يلا 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 يا حبيبي يلا يلا حصل اي حاجه قول لي ها حاضر حاضر ما تقلقيش ما تقلقيش ما تقلقيش خلي بنتي نسيناها طنط خلوا بالكم من بعض مع السلامه مع السلامه عبد المجيد ركبي بسرعه يا حبيبي مع السلامه يا اولاد بسرعه يا رجاله يلا يا حسن خدي جوابك يلا 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 يا حبيبتي ادخلي بسرعه ادخلي خلي بالك من نفسك يا زين يلا يلا وصلوا بالف سلامه وصلوا بالف سلامه جوابك يا حسن يا ماما اكتب لي جوابك كل اسبوع جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم لا 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 اطفي النور يا زاد في الشباك صحيني على الغدا بقول لك يا زوزو ايوه عبد تعمل لنا دقيقة بامية اللحمة حاضر وسلطة فاكهة طبعا عارفين اللي ربنا مبتليه بست إلهي وأنت جاي ما تبلي بيها لا عدو ولا حبيب قلبها عليا قوي تحب دايما تطمن عليا وتطمن عليا قوي تطمن جدا تطمن خالص واللي مش مصدقني منكم يتفضل يسمع بنفسه شوية ويسمع حكاية في يوم من الأيام حران حران زي كل الناس. خدوا من حران.
عادي الطلبات يا استهانم اللي طلبتيها بس مع عدد خاص. لفلفت السوق كله عشان اجيب لك خاص بقلبي زي ما قلتي ما لقيتش ما جبتش. معلش هات اتفضل الباقي اهو. لا خليهم عندك كتر خيرك. انت كل هات لي بيهم فاكهه. عايزه موز وفراوله وكمثرى. كمثرى ايوه اتفضل الجواب جاي لحضرتك. بجد؟ ايوه. طب كنت تطلب طلباتك مره واحده. أختي الحبيبة زاد وحشتيني قوي قوي قوي. أنا وهدى فين القهوة زاد؟ حاضر يا عبدو. عايزها بوش اوعى تفور منك. حاضر. مش عارفة ليه ساعات بخاف منه. لما بيشخط بحس ان انا عاملة عاملة مع ان انا والله العظيم والله العظيم مش عاملة حاجة خالص. شفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تعال. 99.95% قالوا نعم على استفتاء اكتوبر. وده معناه ايه؟ معناه الرئيس السادات هيطبق سياسة الانفتاح الاقتصادي طبعا. يعني كلها كم سنة ونبقى دولة رأسمالية اقتصادها حر زي امريكا. وعلى حسب مين يعني؟ قصدك ايه؟ انا قصدي يعني مين اللي هيدفع الثمن؟ اوف كورس محدش هيدفع الثمن. ثمن ايه؟ ده كل الناس تبقى مبسوطة. بس انا مش فاهم يا حبيبتي انت قلقانة ليه؟ احنا الحمد لله وضعنا احسن من غيرنا كتير جدا في السلم الاجتماعي. اوف كورس. بص يا زاد تغيير سياسة الاقتصاد من اشتراكي لرأس مالي غالبا في الاول هيبقى فيه شويه ضحايا الناس التعبانة بس مش مهم كله عشان الوطن يهون. بس بعد كده كله هيتبسط. بقولك هنبقى زي امريكا. يا ريت يا عبدو من بقك لباب السما. بص يا زاد انا متفائل. اوف كورس متفائل وحاسس ان الافتتاح ده هيبقى خير وهتتفتح على البلد كلها. يعني بالعربي كده السلم الاجتماعي من المدخل للسطح هيتبسط. هيبقى اوبن يا زاد. اوبن يا وش السعد. الله 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 مفيش احلى من اكل بيتي. ادخل عليا بالباميه واللحمه بسرعه. تسلم ايدك يا ست زاد يا عسل. الباميه مالها يا زاد؟ مالها؟ شايطه. هو اللي شاط قعر الحلة بس وانا رميته دل على الوش بس. يا فلحة ما هي شمت الشياط واللحمة باظت ودقيقة البامية كلها باظت. معلش يا عبدو انا اسفة بس بجد مش ملحقة على حاجة. انت الاكل بتبقى حبه يعني صبح يوم بيومه وانا مش عارفة الاحق على التنظيف ولا الغسيل ولا نتعلم. وما لما ربنا بقى يرزقنا بولي العهد هتعملي ايه ساعتها؟ هتقولي مش عارفة؟ مش عارفة. اعملي زي كل الستات يا زاد. الستات بتعمل ايه؟ بتطبخ وبتكنس وبتمسح. بيعملوا كده؟ مش كل الستات يا عبدو. احنا عندنا بدريه هي بتعمل كل حاجه. ماما بتطبخ بس. بس ده كان زمان يا زاد زمان. انا الوقت ظروفي ما اسمحش بكده.
يا ذات انا وانت مش عارفين بعد ورقه اكتوبر هيحصل لنا ايه يا ذات. ازاي بس يا عبدو؟ انت لسه من ساعتين بس كنت بتقولي قد ايه متفائل وقد ايه هنبقى اوبن. يا ستي مش القصد، انا بصراحه الوقت ظروفي ما تسمحش ان انا اجيب شغاله. عايزه تساعديني تجيب الشغاله؟ انزلي اشتغل. اشتغل ازاي يا عبدو وانت ما خليتنيش اخلص الجامعه؟ مين هيشغلني من غير شهاده؟ شهادتي يا ذات، ما انا قدامك اهو شغال من غير شهاده. عموما انا معارف كتيره، هتصرف. مش هتكمل اكل؟ اكل يا ذات، الاكل البايظ الشايط. قومي يا ذات اعملي سندوتش جبنه وهاتي لي خياره. قومي يا حبيبتي. طب ناكل بره. بره ايه يا ذات؟ بره ايه؟ يعني عايزه الميزانيه تخسع مني اخر الشهر؟ قومي يا ذات، سندوتش جبنه وخياره. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يمسيكي بالخير يا بدري، طول عمرنا نازلين فيكي شخط ونطر واوامر، اتريكي شايله عنا كتير. انا حاسه اني بقيت بدري. عندي خبر هايل ليكي يا حمادي، زاد خلاص هتشتغل. تش ايه؟ تشتغل يعني ايه؟ احنا ما عندناش ستات بتشتغل. هو انت متجوز البنت عشان تشغلها؟ فوزيه انت لسه سامع بيقول لك ايه؟ عايز يشغل بنتك عشان يمرمطها لك. اوف كورس نط يا حمادي، انا اعمل كده؟ انا عليا مش عايزها تنزل من البيت من اصله. امال انا قعدتها من الجامعه ليه وما خليتهاش تكمل دراستها؟ مش عشان ما تشحطش وتمرمط؟ بس اعمل ايه بقى؟ ظروف البلد. ظروف ايه اللي بتتغير اللي تخليك تبهدل مراتك؟ يا حماتي ظروف البلد، ظروف الوطن، يا جماعه ورقه اكتوبر، انتوا ايه؟ اي أيوة والله ورقه اكتوبر دي هتجيبنا ورا. احنا دوله اشتراكيه يا ناس، الله يرحمك يا عبد الناصر، ازاي فجاه كده نعمل انفتاح اقتصادي من غير حتى ما نستعد؟ كل وقت وله اداني يا عمي. خلاص زمن الاشتراكيه فينش. احنا دلوقتي في عصر الراسماليه، لازم نواكب العصر، نجري ورا العالم عشان ما نبقاش في اخر القطر. ولقيت لها شغل ازاي بقى ان شاء الله بالسرعه دي؟ برضه عن طريق عميل عندك في البنك؟ موظف كبير في البيس بيرو، حاجه ايه؟ اهم عميل عندي في البنك. يا للدرجه دي؟ ما تاخدونيش في دوك، انا ما افهمش في الكلام ده وماليش فيه. انا بنتي مش وش الشغل ومش وش بهدله. الشغل مش بهدله يا فوزيه. وبعدين يا حماتي دي مرحله مؤقته. مرحلة انتقالية لغاية ما اخلص الليسانس ان شاء الله، بعد كده كله هيرجع زي الأول، وهترجع تقعد في البيت. يا حماتي أنا طموح ملوش حدود. إيه الكلام الماسخ ده؟ ماسخ؟ ماسخ إيه بس يا ماما؟ شغل الوظيفة أرحم بكتير من شغل البيت، أنتِ بس شوفي لي شغالة، اسألي بدرية. أهم حاجة ما تكونش عيلة صغيرة. أوف كورس، أنا وذات هنزل الشغل، هنسيب الشقة لمين؟ لطفلة بقى تعمل لنا مشاكل ونصايب؟ الحمد لله رب العالمين، ناخد إيدي يا زوزو. بس يا ريت يا حماتي تكون قد المسؤولية وناضجة. قد المسؤولية وناضجة، تنزلي انت تروحي الشغل وينزل هو يروح الشغل والشغالة هي اللي قاعدة في البيت مسؤولة، ها؟ بدل ما تتفرغي تجيبي له حتة عيل تربطيه بيه. بطلي بقى أفكارك دي، ذات لازم تجيب شغالة عشان هي المفروض ست البيت مش العبدة. سامع بيقول لك ايه؟ بيقول لك عايز شغاله ناضجه ومسؤوله مش عيله. ويعني بدري هي اللي عيله؟ لا بس انت كبرت يا سعد، كبرت وعقلت، وانا قاعده في البيت ما سبتوش لحظه، قاعده بوني كده حواليه مش سايباك ونازله الشغل. يا رب تشتغل يا رب، والنبي يا ذات بيشوف الام الشغاله كده معاك. ها حاضر يا بوف. نفسي قوي افهم المشكله فين. خايفه اسال عبده لا يزعل أو يروح يقول لبابا إني بتكلم في حاجة تعيب. اتخلي شوية. على أي حال جايز أكون مش سعيدة في حياتي دلوقتي، لكن أنا خلاص أنا هبدأ حياة جديدة. أنا من بكرة هبقى موظفة في ماسبيرو. اللي انتوا بتحشروه ده دي مدام زاد اتعينت معاكم في قسم المونتاج. اهلا وسهلا. خلي بالك منها. اهلا اتفضل معانا. دي مبروك يا مدام زاد. الله يبارك فيك. اتفضلي اتفضلي. فطرتي؟ اه الحمد لله. شغلانتنا سهله قوي ومسليه وهتتبسطي قوي معانا. تعالي
بصي بقى يا حبيبتي، دي اسمها لا 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 لا، ركزي مالك مضطربه كده ليه؟ حاضر. دي اسمها المفيولا، بيجي لنا الاخبار متصوره على الفيلم ده، بنحطها هنا ونمشيه على كل الميكانيزم ده لحد ما يوصل لهنا. ماشي. دي بقى اللي بنريح بيها الكبير الريس بتاعنا، الكلمه اللي تعجبه نلزقها له، واللي ما تعجبهوش نقصها له. تعالي بقى شغل لك المكنه واقول لك بتشتغل ازاي. وأكد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون أن هذه الرحلة هي من أجل السلام، وتناولت المباحثات الأحداث العالمية ومشكلة الشرق الأوسط وصورة. مبنى مسبيرو ده كبير قوي يا بابا، وفي موظفين مالهمش عدد. اوف كورس يا جماعه، مسبيرو بالاضافه انه موقع استراتيجي هام جدا، هو صح كبير قوي يا عمو سعد. الله يرحمك يا ناصر، كان مشروعه طلعت لعيبه اقعد بجيد. لعبتي المفضله يا عم. انا بقى اشتغلت هناك مونتيره. مونتيه؟ يعني بعمل مونتاج. الاخبار اللي بتجيلنا بنقعد نقصقص فيها ونلزقها في بعض. طب النشره اللي انا اشتغلت فيها جايه دلوقتي، والنبي قومي يا ماما وريها يا بنت، هتفوتي الغرزه. يلا يا عمو سعد، يلا 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 يا زيد. اتفضلي افتح التلفزيون بسرعه. هو التلفزيون هيفتح دلوقتي. اهو الخبر، الخبر اهو يا بابا. واكد الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون ان هذه الرحله هي من اجل السلام، وتناولت المباحثات الاحداث العالميه ومشكله الشرق الاوسط. قال ايه البنت البدريه؟ اتجوزت الواد عطا المكواجي وقعدها من الشغل. المكواجي ستت مراته. يعني انت ما عندكيش شغاله؟ لا ما عنديش. طب انا سالتي لي على شغاله؟ يا حسره اجيب لك منين؟ في ازمه شغالات في البلد. هعمل ايه دلوقتي؟ هوفق ازاي بين الشغل والبيت؟ احنا فيها. سيبي الشغل وتفرغي لبيتك ولجوزك. اسيب الشغل يا عبده؟ وات؟ اوف كورس نوت. ازاي بس تسيب شغلها يا ماما؟ انا ما صدقتش شفت وسط عشان شغالها تقوم تسيب الشغل؟ الناس تقول عليا ايه؟ برستيجي. لا لا يا زاد، استحاله تسيب شغل. هو كلام عيال؟ بس من الواضح ان هي موهوبه جدا يا عم. بروق عليك يا زاد. 9 10 11 12 وربع. ومبروك عليكي اول شهر يا استاذه زاد. شكرا. يعطيك الف. مساء الخير يا استاذه ياسمين. اول مره في حياتي امسك مبلغ زي ده، حتى مصروف البيت عبده بينقطني بيه. اعمل فيكوا ايه؟ اعمل فيكوا ايه؟ لازمتها ايه بس تجيبي 4 فساتين؟ ما كان كفايه فستانين على اللي عندك وكنت مشيتي حالك يا زاد. يا عبده فستانين ايه بس؟ انا بروح الشغل كل يوم. طب يلا يلا بينا. انا عايزه اجيب لك كمان قمصان. قمصان ايه؟ ما انا عندي قمصان بزياده. لا مش عايز عبده بزياده ايه بس؟ انت عندك للسبت والحد والاثنين، عايزه اجيب لك بقى بقيه الايام. الابيض ده حلو ما يخسرش، المهم المقاس يكون مظبوط. والاخضر ده وريني كده. لا حلو عليك. و الكارو مقاسه مظبوط. حلو عليك يا عبد. كلهم حلوين. والبربر ده حلو برضه لونك حلو. الموف؟ اه. ماشي. استنى بس. لا حلو عليك يا عبد. آه لو سمحت اعمل لي الفاتوره بال4 دول. لفهم لي بقى. هو ده ترشيد الانفاق اللي انا بقول لك عليه؟ تخلصي ماهيتك لسه قبل ما الشهر يخلص، امال بقيه الشهر هتمشي نفسك ازاي؟ يعني تلبس نفس القميص يومين ورا بعض يا عبده؟ اوف كورس نوت. برستيج في البنك يقولوا عليا ايه؟ طيب يبقى دي اولويات. استنى بس استنى بس، دي باروكه ميرفت امين، كان نفسي فيها قوي يا عبده. يا شيخه قوي. بلاش كلام فارغ، انت شعرك حلو. استنى بس امسك الشنطه والفاتوره. بقى لو شبه ميرفت امين يبقى انا اكيد شبه الاستاذ حسين فهمي. يا ريت. قصدك ايه؟ هات الشنطه. حاسب الفاتوره عشان عينه خضره يعني؟
الحلوه دي يا عبدو كده. لا 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 كده اعمل لنا لو سمحت الفاتوره دي. الكوافير والكوفيرتا وكل حاجه. حاجات حلوه قوي قوي يا عبد. اكتر من رأي المحل ده. ونجيب له دي كمان. ايه رايك؟ ايه دي يا عبدو؟ افرض جبنا بنت. لا ان شاء الله ولد، اكيد ولد. يا زوزو يا حبيبتي الستات لما بتوحش ومناخيرها بتنفش بيبقى معروف ان هو ولد، لما بتحلو بقى بتقول بنت يعني بيبقى معروف ان هي بنت. قصدك يعني ان انا وحش؟ اوف كورس نوت، اعوذ بالله. بس ده ما يمنعش ان مناخيرك نافشه حبتين. خلينا في هدوم محايده يا عبدو. يعني ايه؟ كده يعني. وبعدين التوفير يا عبدو التوفير، مش ده كلامك برضو؟ هو كلامي. طيب ربنا يكملك في عقلك يا ست الستات. خلاص اعمل لنا فاتوره بالحاجات دي. وعطيتهم لام وكلثوم اطلالتها الاخيره، فتنطلق المشاعر الحديثه بالاسى واللوعه، وتتدفق الاحاسيس الكامنه بالحزن والالم، وتنهمر الدموع. ثلة من رجال الإطفاء تحمل الجثمان الطاهر ليشيع إلى مثواه الأخير. بفنها وسحره وصدقه كم فجرت من قبل ملايين الآهات من الصدور حارة وساخنة، وكم هي حارة وساخنة الآهة الأخيرة تخرج من الصدور، والموكب الكبير يبدأ أولى خطاه من مسجد عمر مكرم إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة. الموكب رسمي يضله الخشوع والإجلال والتسليم بإرادة الخالق سبحانه، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد عرف الناس فيما عرفوا عن أم كلثوم إيمانها القوي بالله، وعلى طول الحياة ما توقفت قط عن ترديد ما يقرب بين العبد وربه، وما يعمق في الصدور والوجدان الإيمان بعظمة الباري.
يا رب. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بص 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 ربنا كرمك بايه؟ بنت زي القمر تتربى في عزك يا رب. بت بت مالها البت يا سعد؟ ربنا يا عبد. تعالى يا سعد بص. ربنا يا اخي كل يجيب ربنا كويس. بنات رزق واسع زي سعد جدا. شوف وشك سعد كان عامل ازاي. ولك حبيبي. يغدي يغدي على جنب. دي شبهي. بلاش بالنبي. ألف حمد لله على سلامتك يا زاد، جبتي بنت زي القمر وشبهك يا حبيبتي. يا حبيبتي يا زوزي. وريها لأمها وريها. خدي يا زوزي. خدي رضعي رضعي. خديها على صدرك يا حبيبتي. بس الجمال. رضعيها. بيقولوا أحلى رضاعة رضاعة السرسوب الأولانية دي. رضعها. ترجعي الجامعه بقى يا زيت. بابي انت ممكن تذاكري في البيت وتروحي الجامعه على الامتحانات على طول. على ايه وجع الدماغ ده؟ احنا بنروح الجامعه وناخد الشهاده عشان نشتغل، وانا خلاص اشتغلت. عندها حق يا صفيه، يعني احنا خدنا ايه من الشهادات؟ مدينه اهو خدت الليسانس وقاعده في البيت حاطه ايدي على خدي. انت طول عمرك حاطه ايدك على خدك اصلا يا منال، انت ما بتشتغليش هي بتشتغل. خلاص بقى يا صفيه خلاص، مش كل ما تشوفيني تقعدي تقطميني بقى. عندها حق، انت لو كان معاكي ليسانس دلوقتي كان زمان يعني فرصك في الترقيه بقت احسن بكتير. خلاص بقى اللي حصل. انتوا مالكم ايه يا بنات يعني؟ ما تسيبوها تعمل ايه عايزاه، هي حره. الف حمد لله على سلامتك يا ست الستات، عقبال عندكم جميعا. اوف كورس كان معايا حق، ست ولاده بصحيح، البت بسم الله ما شاء الله نازله مدملكه وحلوه زي ابوها. يلا يا جدعان كده عايزين نخاوي البت بقى بواد ونسميه قمر. ما نسميه دلوقتي وانا اسمي قمر. دي البيت بقى الملعب بيها. نايمه يا عبده. تصحى تصحى مش هيصلح حاجه. طب بالراحه سمي سمي. الدكتورة دعاء عبد المجيد عداي، اللهم صل على النبي. خلينا نلعب بيها شوي. على مهلك يا عبد. الله اكبر الله اكبر. مبسوط قوي. حاجة غريبة قوي الأمومة دي، طول ما هي صاحية بيبقى نفسي إنها تنام، وأول ما تنام أحس إني عايزاها تصحى عشان بتوحشني قوي وهي نايمة. اشيلي شوية زيت عشان نلحق نروح. بس أنا لسه مش مستعدة. مش مستعدة ازاي؟ اجازتك خلصت. انا مش عايزة انزل الشغل دلوقتي. هو بمزاجك يا حبيبتي، اجازتك الوضع معروف ان هي 3 اشهر، وفي كورس اللي حطوا القوانين دول عارفين ان الست محتاجة ماكسيمم 3 اشهر عشان تعرف تقف على رجليها، مش اكتر من كده. وبرضه عاملين حاجة ان انا ممكن اخد اجازة بدون مرتب. للاسف، بس انتوا مش عارفين برضه ان الاسعار هتولع نار بالطريقة دي يا زاد، وان شغل الست ما عادش رفاهية، بقى ضرورة ضرورة جدا يا عم سعد. هي الام لما تقعد تربي عيالها يا ابني تبقى رفاهية؟ ايه اللي مطلوب؟ انا عايز اعرف من الامهات تزلط العيل من هنا وتقوم رمياه وجري عشان تشتغل من هنا؟ انا ما قلتش كده، بس ربنا يخليكي لينا يا ست الكل.
تيجي تقعدي معانا، احنا ننزل الشغل، انت تقعدي مع البنت في البيت. لا يا حبيبي، انا ما اسيبش بيتي ابدا. اوكي يا ماما، نو بروبلم. زاد ودعاء يقعدوا معاكم هنا في البيت، زاد تنزل الشغل، انت تقعدي مع البيت الصبح. ده حل جميل، عداك العيب يا حبيبي. ده حل ممتاز، عشان دعاء تفضل قاعده مع جدها. ايه رايك يا ريسه دعاء تفضلي قاعده مع جده؟ طب ما كان من الاول يا عبده، كان زمانك قاعد معايا من ساعه ما ولدت. واضح ان في سوء فهم، انا مش هقدر اقعد هنا. انا في الغالب هجي لك خميس وجمعه. زاد خميس وجمعه؟ وده يصح يا ابني تشوف مرادك خميس وجمعه؟ لا انت تيجي تقعد معانا هنا. ما ينفعش، ما ينفعش خالص. البيت عندكم هنا بعيد عن البنت جدا. ايه يا جماعه، عايزين ننزل من النجمه ولا ايه؟ هاتوا السلطه. طب وفيها ايه يا حبيبي؟ ده عندي هنا في اوضتين مقفولين تشرف وتهنس. والله يا حبيبتي ما ينفع، ما ينفعش خالص. مشوار بعيد فعلا عليا. هو ماسبيرو يعمل اللي لازق في البيت؟ طب العمل ايه يا ذات؟ ما ينفعش يا عبده برضو اقعد انا في حته وانت في حته. بسيطه، عايز تروحي معايا انا ما عنديش اي مانع. الصبح انت نازل الشغل فوتي البيت على ماما، تخلصي الشغل ارجعي خديها، بسيطه جدا. يا سلام، يعني كل يوم اطلع من مصر الجديده للعباسيه، ومن عباسيه لمسبيرو، ومن مسبيرو للعباسيه. وليه وجع القلب ده يا ابني؟ ما تيجي هنا وتقعد جنب مراتك. ده انا عندي اوضتين مقفولين، وهو بالمره تونسنا. ما ينفعش، والله ما ينفع، المشوار بعيد عليا جدا. اقول لك نقسم البلد نصين، هي تيجي الصبح هنا ببنتها وتسيبها عندي وتروح شغلها، تخلصوا انتوا الاثنين ترجعوا تاني على عندي، ودوق بقى غدا حماتك وشوف بقى دلع حماتك. ولزومه ايه بس يا حماتي؟ ما تخلص شغلها تعدي عليك تاخد البيت وبعد تروح. بيني وبينك الواحد ما بيعرفش يرتاح غير في بيته، وبالمره تطبخ لنا ونتغدى انا هي والبنوته، اسره صغيره سعيده. ده بيتك يا ابني، وشوف انت راحتك فين. انا اهم حاجه عندي تبقى مبسوط. اقوم بقى اجيب لك الالمازيه اللي حضرتها لك، زودت لك السكر زي ما بتحب. ما تحرمش منك يا ست الكل. اتفضلي يا ست الكل، نورت بيتك. يا نهار اسود، يا نهار اسود يا عبدو، ايه اللي انت عامله ده؟ حرام عليك يا اخي، بجد حرام عليك على اللي انت عامله. ما حصلش حاجه يا زاد، حصل خير. خير منين بس؟ هنضف الحاجات دي امتى وازاي؟ وانت نفسك قايل لي اني لازم انزل الشغل بعد بكره. يا ستي ما تزعليش نفسك، والنبي انت بترضعي. حرام عليك. هساعدك، انا هساعدك يا زاد، هساعدك. وبشوف لي اي واحده الساعه 6 هانم في شغل البيت. شرط تكون امينه. عايزه كام نوبه يا بيه؟ ايه اللي كام نوبه؟ هو بكره بس، مره واحده بس. بس مين يا بيه هيشتغل قطاعي؟ لا مؤاخذه، اللي عايزه تشتغل بتشتغل جمله. شوف يا بيه، لو مزنوقين في واحده يعني تساعد الست، اني ممكن مروقه مني ابعت لك ام افكار حرامي، بس بشرط تعملوها كويس. ايوه، هي مش خدامه. مع ان عندنا في البلد الست بتولد وتقوم تنزل في الغيط. خلاص يا سيدي، انا ناقص لطي وحجم. خلاص هبقى اشوفك، واوف كورس هشوف ام افكار، ما تقلقش يا بيه من غير حاجه. يوميتها 2 جنيه. 2 ايه يا اخويا؟ 2 جنيه؟ وببعتها، وببعتها يا صادق. 2 جنيه. خلاص يا ذات. ايه؟ ما صدقت نايمتها يا عبد بالراحه. معلش، الواحد مش متعود. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حبيبتي ابوها. خلاص يا زين، ام افكار بكره هتطلع تنضف لك الشقه. ام افكار مين؟ مرة صادق البواب. صدقي يا زاد، صادق بيبيع ويشتري فيا انا عشان مزنوق في الشغاله. صدقي اللي جبته لنفسك يا عبده. طب ايه؟ قومي كده فوقي، قومي واصحى شويه، اعملي لنا عشاء ولا حاجه. انا بقالي كتير ما اكلتش من اكلك الحلو يا ست الكل. شويه بس يا عبده، حد لي نفسي ياكل في الزريبه اللي بره دي. هنضف لك الدنيا بس. قومي يا حبيبتي، لازم اخد كفايتي في النوم عشان اركز مع ام صادق بكره. ام صادق مين؟ لا قومي يا زاد، قومي يا حبيبتي. ام افكار ولا ايه؟ ام افكار مين وزفت مين؟ قومي بس يا زاد. اقفي قومي، يلا يا حبيبتي. اطفي النور والنبي يا عبده. لا مش هطفي النور، قومي عشان ما تصحاش، عايزه اتكلم. يا عبده مش قادره. اطفي النور يا عبده. اطفي النور؟ ماشي يا زاد. ماشي يا زاد. هايله حجه ام افكار دي، هبقى استعملها وقت اللزوم. ربنا يخليكي ليا يا ام افكار.